حتى المرضى في العراق يدفعون ثمن التناحر الحزبي على الاستثمارات. المستشفى الألماني في النجف جاهز لاستقبال المرضى منذ عدة سنوات، لكن لم يفتتح بعد بسبب خلافات مالية بين الجهات الطامعة في استثماره. اليوم أبناء النجف أمام المستشفى الألماني للمطالبة بفتح هذا المستشفى لأجل دعم مرضى السرطان، على طالب مرضى السرطان أنه عندنا مستشفى الأورام بداخل النجف صار أكثر من 15 يوم تقريبا جهاز الإشعاع عاطل اللي يغذي 5 محافظات من مرضى السرطان يجون لهذه المستشفى يعالجون بها، وهذا الجهاز بلغنا دائرة الصحة وبلغنا رئاسة أو إدارة المستشفى على أساس أنه متواصلين ويا الوزارة، وبعد أكثر من 15 يوم يلا تجي قطعة الغيار. اليوم وقفة أبناء النجف للمطالبة بفتح المستشفى الألماني اللي تملك جهازين إشعاع بقسم الأورام اللي موجودة بهذا المستشفى الألماني، اللي هي من أفضل الأجهزة المتطورة الحديثة اللي بإمكان تخدم ليست فقط أبناء النجف وإنما كل محافظات العراق، بإمكانهم أن يتوجهون لهذه المستشفى. وعندما يماطل المسؤولون في موعد افتتاح المستشفى والاستمرار في التسويف حتى يسووا خلافاتهم، يبقى التظاهر والاعتصام هو الطريقة المتبقية لفتح أبوابها. اليوم الوعد مال الوفد من مجلس الوزراء اللي اجى وقال نفتحها ورا العيد، احنا بعد ما نصدق لا بوفد ولا بمدير صحة ولا بمحافظ ولا بوزير صحة، احنا موجودين لحين تنفيذ وعدهم وفتح المستشفى الألماني لهذا الشعب على مود نخلص من المستشفيات اللي صارت اكسباير، مستشفيات انتهت. نريد مستشفى لأبناء النجف. اليوم هاي كافة فئات المجتمع نازلة، شيوخ، شباب، أطفال، نساء نازلين يردون فتح هاي المستشفى. باسم المتظاهرين احنا راح نفتحها، باسم المتظاهرين راح نفتحها، لا ما فتحوها وعقله شو ندقهم دق، بس الله يدري بيهم، لو الأحزاب ما يصير يفتحوها، احنا نفتحها باسم التشرينين. يستغرب العراقيون أن لديهم هكذا مستشفى متطورة مزودة بأحدث الأجهزة الطبية، لكنها ما زالت منذ عدة سنوات مغلفة لم تستخدم، حتى أصبح يخشى عليها من التلف ولما يؤذن للمرضى بدخول المستشفى.